تانية رجعنا لكم مع الفنان حمادة هلال، الفنان سعد الصغير. سعد، من الحاجات اللي بتقرق الفنان جدا المعجبات، وخصوصا لو راجل متجوز. بتعاني قد ايه من حكاية المعجبات دي، وبتعمل خلافات بينك وبين مراتك؟ ده انا يعني حاجات بتفرقش معايا خالص، ده ولا كان في معجبات ناس ولا بتتكلم على التليفون عندك معاكسات لا لا لا، انا مش ماليش في الكلام ده خالص. خالص. لا انا اقابل الناس عادي في الشارع، بسلم عليهم عادي خلاص. بس حماده، موضوع المعجبات وخصوصا بعد جوازك سبب لك اي مشاكل؟ لا، ما يعني الموضوع مش يعني عادي خالص، بالعكس. هي اكيد مراتي قبل ما نتجوز هي عارفة طبيعة شغلي، وعارفة ان دول يعني دول ناس بتحبك، يعني بتحبك مش عشان خاطر ان اكيد معجبة، مش بتحب حد يعني عشان خاطر ان هي يعني تبقى ضرتها في يوم من الايام ولا اي حاجة، لا خالص. يعني انا بعتبر ان ده هي دي شغلانتنا. طيب تعالوا نشوف فيديو معجبات حمادة هلال. ما فيش حد بيعمل كده. ده دول متأجرين حضرتك. يعني ايه متأجرين؟ متأجرين يعني لو جبت، لو ركزت عليهم كده هتلاقيهم دول بيطلعوا في برامج عادي عادي. مودلز يعني؟ اه مودلز حضرتك، اه مودلز على فكرة. سعد صح، والواقف ده والواقف تحت ده الراجل ده عادل عبد الله. احنا جبناهم اجرناهم، وعادل كان هو اللي بيراضي. اه الراجل ده في حضرتك بيراضي البنات دي. يا عم خد الكذبة كملها لغاية الآخر وخلاص. طب اكذب لو عايز تكذب، اكذب يلا. بتكذبوا ليه يعني؟ بص حضرتك هيكذب ليه يعني؟ مفيش كلام. حمادة نجم يعني بدليل حضرتك هم عاملين له ستيج حضرتك عالي عشان البنات تنزل على النت. يا جماعة أنا هتفق معاكم بعد ما تخلصوا هنا بره، تقولوا يا سعد يا حبيب قلبي وبتاع عادي حضرتك. شوفيش تامر حسني حضرتك.